أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى بهذا اليوم وبهذا المساء، مساء الشحاني الثامن من شهر نوفمبر لعام 2013 في تحديات مساء الثنايا بأشواطها المفتوحة مع الرحلة 8 كيلومترات. نتقدم لكل الفائزين على هذا الناموس والإنجاز في هذا اليوم وفي هذه التحديات. انطلق هذا الشوط وانطلقت التحديات، انطلقت الآمال بشوطنا الخامس لجملة أشواط الفترة المسائية، والشوط الثالث الخاص بالأبكار الثنايا 8 كيلومترات. يا هل الثنايا، ننطلق مباشرة إلى المركز الأول وأول الأسماء، وهنا مقدمة الشوط والمركز الأول. الأبرقة في مقدمة الشوط تعود ملكيتها لهجن الشيحانية مع المضمر العملاق سلطان بن سالم، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في مقدمة هذا الشوط. الأبرقة في أول الأسماء وأول القائمة، بينما النقلة التالية على المركز الثاني، ومن وصلت بالمركز الثاني وهي العنود. العنود تحمل لنا شعار هجن الشيحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل مباشرة إلى اللي تليها بالمركز الثالث، ووصلتنا النويعس، النويعس المملوكة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن وصلتنا الشرود، الشرود التي تحمل لنا شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، المضمر السيد ملحان بن راشد بن حبيبة المري في المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، وهذا الوصول، وهذا الوصول القوي من الظبي، تعود ملكية الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، المضمر السيد فهد بن حصين النعيمي. مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة يا متابعينا الكرام، انتظروا الأسماء الكبيرة، ترقبوا الأسماء الكبيرة، ترقبوا الأسماء التي تصول وتجول بالميادين لكنها لم تدخل الخمس. مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط. المسافة هي 8 كيلومترات، مسافة الثنايا، مسافة الكبار، مسافة الرقص مع الكبار. هناك الأبرقة، الأبرقة التي تسيطر، يا سلام، وإذا فازت سوف تعرض على موقع الأبرقة وعلى المنتديات. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الأبرقة بشعار هجن الشيحانية، المضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم أكثر من اسم؟ من يقدم أكثر من 6 أو 7 أسماء بهذا الشوط لنيل الناموس، لنيل الشرف، لنيل الإنجازات؟ يا سلام. ننتقل إلى المركز الثاني، شوفوا للي قادمة في المركز الثاني، وهذه العنود، عنود الصيد، وهذه العنود أيضا تعزيز لها مع الأبرقة. أيضا العنود تحمل لنا شعار هجن الشيحانية، المضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المركز الثاني. بينما نقلت إلى المركز الثالث، ومن وصلت الشرود، والشرود وصلت في مركز متقدم وتترقب الموقف وتراقب الموقف وتراقب وتندفع خلف العنود. الشرود الملكية تعود لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. وأيضا ديروا بالكم، ديروا بالكم من الشرود، المضمر السيد ملحان بن راشد بن حبيبة المري في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، وصلتنا الظبي، وهذه الظبي تحمل لنا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، المضمر فهد بن حصين النعيمي. يديروا بالكم من هذا المضمر، وهذه الظبي أيضا هي على طاولة الترشيح. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن وصلتنا النويعس، ويا مرحبا بالنويعس، وهذه النويعس بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري. هذه النتيجة للمرة الثانية. نعود بكم إلى مقدمة الشوط، وها
هذه الأبرقة، وهذه الأبرقة يا مشاهدين الأبرقة، وهذه انطلقت وهذه سارت بحفظ الله ورعايته. يا سلام، الأبرقة تذهب وتكرر السيناريو ما فعله لفان بالشوط الماضي. يا سلام، الأبرقة الملكية تعود لهجن الشحانية، تنطلق بدون منافس ولا منازع مع مسافة طويلة 8 كيلومترات، أول مشاركة لنا في هذا الموسم في ميدان 8 كيلومترات. هذه مسافة الكبار، هذه مسافة أشواطنا الرئيسية. لا يا سلام، ذهبت الأبرقة وفارق بينها وبين المركز الثاني، المركز الثاني وهي العنود. العنود تعود ملكيتها لهجن الشيحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، أيضا هو يدفع باسم ثاني، أيضا هو يدفع بأسهمه الكبيرة. يا سلام، 4 كيلومترات، 4 كيلومترات فقط للتذكير، قطعنا 4 كيلومترات وتبقى مثلها في هذا الميدان. يا سلام، المركز الثالث، وهذه المسافة لابد من الصبر والتركيز في هذه المسافة، مسافة الكبار مع التخطيط والتكتيك في 8 كيلومترات. المركز الثالث، شوفوا اللي قدمت في المركز الثالث، ألا وهي الشرود. الملكية تعود إلى سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني ملحان بن راشد بن حبيبة. مشاهدينا الأعزاء، نقف تحية واحتراما وإجلالا إلى من وصلت بالمركز الرابع، ألا وهي اشراعوه اللي قادمة في المركز الرابع، أيضا تابعة لهجن الشيحانية، القادمة إلى بحور الرموز، القادمة إلى بحور الأصالة. وهذه صاحبة الإنجازات الكبيرة، صاحبة الإنجازات المشرفة، التاريخ يتحدث عنها في المركز الرابع، وهي شراعوه. الملكية تعود لهجن الشيحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشاهدينا الكرام، غنية عن التعريف، وفي المركز الخامس الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم فهد بن حصير النعيمي. لكن أعود بكم إلى الأبرقة، أعود بكم إلى الأبرقة، وهذه سلالة بديع من هنا تنطلق مع 3 كيلومترات. يا سلام، صاحبة توقيتات زمنية مميزة، وهذه رصيدها مليء مليء الإنجازات، لابد أنها وصلت هذه المرحلة وأن رصيدها مليء بالإنجازات والسيارات والأشواط الرئيسية والنقاط. يا سلام، المنعطف الأخير، وماذا يجري في هذا الميدان مع 8 كيلومترات؟ يا هل ترى ماذا جرى في ميدان الشيحانية من تحديات الثنايا، من تحديات الكبار. المركز الثاني، وهذه العنود، أيضا العنود تواجدها قوي وتعزيزها قوي، وتحمل لنا أسهم هجن الشيحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي القادم العملاق، القادم في بداية موسم 2013-2014 بأشواطه الرئيسية، بتحدياته، بجماهيره الذين يتابعونه. الشروط قادمة وموقعها خطير، وهي في موقع حساس مع شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، أيضا ملحار بالرأس راشد بن حبيبة، يقتحم أشواط الكبار، ينافس ويسجل اسمه مع المضمرين الكبار. اشراعوه بالمركز الرابع، تترقب الموقف، تنتظر الإشارة من مضمرها بتوجيهات إلى الجهاز اللاسلكي لكي تنطلق ولكي تكرر الإنجازات وتجدد الإنجازات. اشراعوه لهجن الشيحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، وصلتنا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي. كيل وين يا مضمرين؟ الأبرقة ما زالت تصارع، الأبرقة ما زالت تغادر، وصالت المغادرون وذهبت من هنا، ذهبت من هنا إلى الناموس مجددا. وهذه بالكادر العلوي منذ البداية وهي في المركز الأول، منذ البداية وهي تحافظ حفاظا كلي على الأداء الممتاز. الاسم هذا لا يوضع على السبوق. يا سلام، الأبرقة هي الأقرب إلى الفوز، هي الأقرب إلى الإنجاز، هي الأقرب إلى التتويج، ولكن هنا العنود قادمة،
أيضا هنا الشروط قادمة، أيضا هنا شراع قادمة، أيضا هنا الوجبة قادمة، أيضا هنا السهلية قادمة، بدأ ظهور الأسماء الكبيرة، السعدية قادمة. ولكن يا هل ترى الناموس يحتار ما بين الأسماء الكبيرة؟ ولكن الفارق بدأ يتقلص في هذه اللحظات. هنا الأبرقة، هل سوف تواصل المنوال أم هناك رأي آخر لبعض الذلل المشاركات لهذا القدوم العنيف؟ يا سلام، سيري يا الأبرقة وعين الله ترعاك، سيري سيري وقلوب الجماهير تهواك، سيري وقدمي إبداعاتك في ميدان الشحانية. انطلقت الأبرقة، ذهبت الأبرقة، راعية عوايد وراعي الماضي، وراعي الماضي، ومن ليس له ماضي فلا حاضر له. هذه كيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وهذه الأبرقة تسجل نفسها بهذا اليوم بموقع الأبرقة لكي تشاهدونها عبر ملخص أشواطنا في هذا المساء في قناة الريان. مشاهدين الكرام، الأبرقة الأبرقة الأبرقة، الماركة بديع، الماركة بديع الذي يبدع دائما مع الكبار. يا سلام، إشراع قصة الأثياب صاحبة التوقيت العالمي في ميدان الوثبة في العام الماضي. مشاهدينا الكرام، توقيتها 8:48. مشاهدينا الكرام، 4 أجزاء من الثانية من 6 كيلومترات. هي إشراع، وهذه في سن 8 كيلومترات، في سن الثنايا. ولكن الأبرقة 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 من تسيطر. المسافة بدأت تتقلص ما بين الأسماء. التاريخ قادم، التاريخ قادم، الكل قادم مع إشراعه. مرحبا بإشراعه، مرحبا بإشراعه. الشرود بالمركز الثالث لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. ولكن إشراعه، إشراعه قادمة. يا أهل الثنايا، تبشركم بالخير، تبشركم بالخير، تبشر بهذا الموسم، وتبشر بالرموز مبكرا بشراع إشراعه وشعار هجن الشحانية. سلامي لإشراعه وللأبرقة. إشراعه فازت بدون أي تعليمات. سلامي لإشراعه، سلام، سلامي لهجن الشحانية، سلام. هذا الإنجاز في هذا اليوم بهذا المحلي، تهارينا والناموس والتوقيت المميز. المركز الثاني، من وصلت الأبرقة لهجن الشيحانية. وفي المركز الثالث وصلت الشرود أيضا اللي أدت العرض الممتاز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. وفي المركز الرابع، سرابة في المركز الرابع لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المركز الخامس، من وصلت فيه السيلية لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم هذه المتعة وهذه الإثارة وهذا الشوط، سجل يا تاريخ، وهذا التاريخ مسجلا دائما مع هذا الاسم ومدونا. ونبشركم بقدوم شراعه في بداية هذا الموسم بنقطة قوية في هذا المحلي الرابع. توقيتها الزمني يعتبر قوي بدون أي تعليمات، 13 دقيقة أو 12 دقيقة 59 ثانية، 6 أجزاء من الثانية بدون أي تعليمات تذكر. المركز الثاني الأبرقة أيضا بدون أي تعليمات، تابعة لهجن الشيحانية، 12 دقيقة 59 ثانية، 20 جزء من الثانية. أيضا نهني العملاق وأبدع العملاق في سن الثنايا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت بالمركز الثالث الشروط، أيضا الشروط نافست أسماء كبيرة وتحمل لنا شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. يشكر المضمر ملحان بن راشد بن حبيبة. توقيتها الزمني أيضا لا يستهان بأمرها، 12 دقيقة 59 ثانية، 74 جزء من الثانية. مشاهدينا الكرام، انطلاقة جديدة.